رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي. شيخ راشد، اسمح لي أن أبدأ معك، ما هو موقف حركة النهضة مما آلت إليه الأمور في تونس الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الحكومة حكومة احتواء لثورة ومحاولة إشهاض لها. هذه الحكومة ينبغي أن تسقط، ينبغي أن تزول، ينبغي أن تقوم حكومة وفاق وطني، حكومة إنقاذ وطني تتكون من الأحزاب الرئيسية التي تدفع إلى التغيير، إلى إقامة نظام ديمقراطي. ينبغي لهذا الحزب أن يزول، لأن الحزب الحاكم يعني المجرم ينبغي أن يزول، لأنه أجرم في حق الشعب التونسي، في حق النقابيين، وفي حق اليساريين والإسلاميين والليبراليين. هذا الحزب مجرم، ينبغي أن يزول. لا، ولذلك ندعم حركة الشعب هذه المسيرات التي تدفع إلى إنهاء هذه الصفحة الكالحة من حياة تونس. لا يعني ذلك الانتقام من الحزبيين، فهؤلاء أبناء الشعب المجرمون منهم، هؤلاء ينبغي أن يحالوا على المحاكم. ومن كان صالحا من أهل هذا الحزب فليكون حزبا آخر، ولا يرث تونس كما يورث متى. انتهى زمن الوراثة، انتهى زمن الفساد. شيخ راشد، كنتم قد أعلنتم قبل أيام أنكم ستعودون إلى تونس، والتساؤل الكبير هو متى العودة؟ ينبغي أن يقوم دستور جديد، ينبغي أن يكون هنالك مجلس تأسيسي، برلمان تأسيسي ليعيد تأسيس الدولة تحت إشراف حكومة إنقاذ وطني. وأنا عائد بإذن الله سبحانه وتعالى في أقرب وقت، لا طمعا في أي منصب، وإنما فقط لأعين، لأن هذا حقي، لأني تونسي، من أن أعود إلى بلدي وقد سقطت الدكتاتورية على يد ثورة عظيمة أنجز هذا الشعب العظيم، بورك في بناته وأبنائه. أنا عائد لأعين على عملية هذا التحول من حياة دكتاتورية فاسدة إلى حياة ديمقراطية تعددية، وليس عندي طمع في أي منصب، لا كبير ولا صغير. وهل ترتبط هذه العودة الآن بأي جدول زمني أو أي موقف من الحكومة التونسية الحالية؟ هذه الحكومة التونسية هذه حكومة ينبغي أن تسقط، لأنها عملية تحيل واحتواء لثورة الشعب التونسي. الشعب التونسي لا يريد أن يرى هذه الوجوه الكالحة، لا يريد أن يرى رموز العهد البائد، لا يريد أن يرى القلال وأمثاله، يريد رجالا لم يتورطوا، ولو كان التورط بالصمت كما كان أهل هذه الحكومة. إذا يريد رجالا جددا، يريد نظاما ديمقراطيا جديدا، يريد عهدا جديدا. دماء شهداء هذه الانتفاضة ينبغي أن تثمر دولة ديمقراطية جديدة. سيد شيخ راشد، محمد الغنوشي الوزير الأول علق في تصريح لقناة العربية بأنه يرى بأن مشاركتكم في الحياة السياسية واردة جدا بعد تعديل قانون تنظيم ومشاركة الأحزاب. محمد الغنوشي من رموز العهد البائد، ينبغي أن يتنحى جانبا ليترك مكانه لرجال جدد ساهموا في هذه الثورة المباركة، وهم كثر والحمد لله. شيخ راشد، الأحزاب المعارضة التي شاركت في حكومة الوحدة الوطنية مثل الاتحاد التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي ثم انسحبت، كيف تنظرون لهذا الانسحاب؟ نحن نرحب بالانسحاب من هذه الحكومة، أن ينسحب الشرفاء منها حتى تسقط، لأن حكومة فاسدة أكثر من 70% منها من الحزب البائد، من الحزب الفاسد، وإعادة إنتاج للفساد. لا نريد حكومة تعيد لنا إنتاج الفساد وإنتاج الاستبداد. ينبغي أن يزول رموز العهد البائد، وأن تزول مؤسسات الحزب الفاسد والحزب الواحد لتثمر هذه الثورة.
نموذجا يستحقه الشعب التونسي والعالم العربي والناس في العالم كله يتطلعون إلى ثورة الشعب التونسي المجيدة. فينبغي أن تثمر هذه الثورة، لا أن تسقط الدكتاتور فقط، وإنما أن تسقط الدكتاتورية، أن تسقط نظام الحزب الواحد وهذا الحزب الفاسد، وأن تسقط الفساد والاستبداد، لتكون ثورة ليست سلبية فقط وإنما إيجابية، تثمر دولة العدل ودولة القانون ودولة التعددية، لتكون تونس مكانا آمنا وحرا وعادلا لكل أبنائها وبناتها بكل اتجاهاته. سؤالي الأخير لك شيخ راشد، بترحيبك بانسحاب الأحزاب المعارضة من تلك الحكومة، هل هناك مواقف عملية لتنسيق هذا الانسحاب وتحويله إلى مكسب أيضا يدعم مطالب الشعب التونسي؟ هذا هو ما يريده الشعب. الشعب يريد أن تغرب هذه الحكومة وأن يغرب رموز العهد البائد ورموز الفساد، وأن تقوم حكومة إنقاذ وطني من وجوه جديدة لم تتورط في الفساد والاستبداد. رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.